نعم، صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين. مجددا، بطبيعة الحال قبل يومين جرى استهداف مدني من قبل إرهابيين يستقلان دراجة نارية في حي المسكي وسط مدينة الحككة، وكان هذا المدني برفقة عائلته وأطفاله، إذ تم إطلاق النار عليه بثلاث رصاصات في الرأس أودت بحياته على الفور. بطبيعة الحال ليلة أمس تبنى تنظيم داعش الإرهابي وعبر معرفاته هذه العملية الإرهابية في قتل هذا المدني، لكن اليوم هذه الخلايا التي ترى بأنها تنفذ مثل هذه العمليات لإحداث خرق أمني في مدينة الحككة ردا على يعني العملية التي أصبحت في مخيم غول أو التي جرت في مخيم الغول، عملية الإنسانية والأمن. فتنظيم داعش الإرهابي أو خلايا تنظيم داعش الإرهابي تريد إحداث خرق أمني أو إحداث زعزعة أمنية في مدينة الحككة لردا على مثل هذه العملية الأمنية في مخيم غول التي حققت نتائج إيجابية وكبيرة، ضربت كل مخططات التنظيم الإرهابي. فلذلك تنظيم داعش الإرهابي يحاول كما تحدثنا إحداث أي خرق أمني استهدافه المدنيين في مدينة الحككة، وكانت هذه الحادثة ربما التي تبناها تنظيم داعش الإرهابي بشكل رسمي أودت بحياة هذا المدني في حي المفتي وسط مدينة الحككة. هذه المعلومات المتوفرة إلى الآن، البحث والتحري والتحقيقات من قبل القوى الأمنية لا زالت جارية بحسب بعض المصادر التي أفصحت لنا بأنهم يعني لا زال هناك عمليات في البحث والتحري للكشف عن المتورطين في هذه الجريمة الرعنة. طب ما الذي يساعد تنظيم داعش ليعيد نشاطه من جديد في هذه المنطقة؟ يعني كون هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها زميل خضر في المنطقة، أيضا قبل أيام خاصة مع بالتزامن مع انطلاق عملية الإنسانية والأمن في مخيم الهول كان هناك أيضا استهداف لمركز سوريا المستقبل في دير الزور. يعني لم يتبناه تنظيم داعش، لكن أصابع الاتهام أشارت أن الخلايا التابعة لهذا التنظيم هي من قامت بهذا الاستهداف. إذن ما الخطر الذي يشكله اليوم هذا التنظيم على المنطقة، وما الذي يساعده على الانتشار؟ بالتأكيد يعني جميع المصادر التي تحدثنا لها أكدت بأن تنظيم داعش الإرهابي وإن انتهى عسكريا في مدينة الباغوز بريد دير الزور، لكن خطر التنظيم لا يزال قائم لأن هناك خلايا نائمة تنشط بين الفينة والأخرى. إيديولوجية التنظيم لا زالت قائمة، لم يتم القضاء على تنظيم إرهابي على تنظيم داعش الإرهابي بإيديولوجيته وفكره. فاليوم هذه العمليات الأمنية سواء كان في مخيم الهول أو ملاحقة الخلايا النائمة في مناطق عموم شمال وشرق سوريا لا تزال تشكل خطر على المنطقة وأمن المنطقة. بطبيعة الحال تنظيم داعش الإرهابي لا زال هناك له قادة في المناطق المحتلة تحت إمرة ورعاية وحماية الاحتلال التركي سواء كان في رأس العين تل أبيض وحتى في جرادس ومارا والباب. هناك نشاط قادة تنظيم داعش الإرهابي الذين يخططون ويمولون وأيضا يعطون الأوامر بتنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية. وجميع التحقيقات أو المصادر الأمنية التي تحدث لنا عن مثل هذه المخططات هي يراد منها ضرب حالة الأمن والاستقرار في المنطقة. لذلك نحن نتابع بين الفينة والأخرى بعض العمليات الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي، وهدف كما قلنا هو محاولة تنظيم صفوفه، محاولة أن يبعث رسائل للعالم بأن التنظيم قائم وقادر على تنفيذ عمليات إرهابية على الرغم من كل العمليات الأمنية التي تقوم بها القوى الأمنية وقوات سوريا الديمقراطية. بطبيعة الحال لو عدنا إلى مخيم الهول وعملية الإنسانية والأمن التي حققت نتائج إيجابية سواء كان بضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات أو حتى بإلقاء القبض على يعني منظر دعنا يعني نسميه منظر التنظيم الإرهابي داعش ومن ينشر فكر الإرهابي داخل المخيم، وقتل أيضا إرهابي آخر خارج المخيم كان مسؤول عن عمليات الاغتيالات. وبالتالي التنظيم يتلقى صفعات قوية على الصعيد الأمني وإفشال كل مخططاته التي كان يحضر لها ربما منذ أشهر أو سنوات. وبالتالي التنظيم اليوم يعني هو يحاول يعرف إثبات نفسه على الساحة، لكن القوى الأمنية تتصدى لكل هذه المخططات وكل هذه العمليات الإرهابية. والآن البحث والتحري والتحقيق لا زال جاريا في خصوص مقتل مدني في مدينة الحككة وفي أيضا في عديد من المناطق سواء كان في ريد دير الزور أو في العديد من مناطق شمال وشرق سوريا. تجري بعض العمليات الإرهابية هنا وهناك
بسياسه يتبعها التنظيم الارهابي، سياسه الذئاب المنفرده التي تنفذ عمليات هنا وهناك، بالتالي هدفها خرق الامن والاستقرار في المنطقه. لكن بطبيعه الحال تنظيم وخلايا التنظيم لا زالت تشكل خطرا، واليوم القوى الامنيه وقوات سوريا الديمقراطيه هي في مصارعه مستمره وفي حرب مستمره مع هذه الخلايا في ملاحقتها ومتابعتها والقاء القبض عليها. لكن كما تحدثنا راس الاقعى يتواجد في المناطق المحتله، يدير ويخطط ويدعم ويساند هذه الخلايا في المنطقه وتحت اشراف ورعايه الاحتلال التركي الذي يؤمن ويجعل لهم مأوى ومأمن في هذه المناطق. فكما تابعنا مقتل سواء كان متزعم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي على مرمى حجر من الحدود السورية التركية في المناطق المحتلة، وأيضا القرشي وغيرها من متزعمي تنظيم داعش الإرهابي كانوا على مرمى حجر من الحدود السورية التركية، والنظام التركي يؤمن لهم الغطاء اللازم لينفذوا مثل هذه العمليات التي تستهدف المدنيين وتستهدف الأمن والاستقرار في عموم مناطق شمال وشرق سوريا. نعم، شكرا لك زميل خضر على جميع هذه المعلومات والإيضاحات التي تفضلت بها. كان معي من شمال وشرق سوريا مفيد قناة اليوم خضر دهام، أشكرك جزيل الشكر.